دكتور محمد عبدو مدير مركز التنميه الاجتماعيه والتعليم المستمر في جامعه الاستقلال. احنا اليوم موجودين بنشاط يوم المسن العالمي. هذا النشاط بنعمله في العديد من المحافظات بتوجيهات معالي اللواء الدكتور حسين سعاده الاستاذ الدكتور صالح عبد الصباح، بتوجه للمجتمع المحلي. وعندنا هذا النشاط متعلق في يوم المسن العالمي. الناس الكبار في العمر اللي قطعت فيهم السبل، ما في حدا ممكن يزورهم او يروح عليهم او يطمن عليهم، احنا كجامعه استقلال بنعمل قدر المستطاع ان احنا نكون قريبين من هاي الناس، نحاول قدر الامكان نوفر بعض الاحتياجات الرئيسيه اللي هم بحاجه لها. في عندنا جولات عديده في العديد من المحافظات، بدناها في اريحه الان في طول كرم، الاسبوع القادم موجودين في سلفيه. بنحاول قدر الامكان الناس هذول كبار بالعمر، هم تاج على روسنا وهم امهاتنا وابائنا، بنحاول قدر الامكان نرسم الفرحه على وجوههم، نعمل لهم شيء بسيط ونعوضهم الحزن الكبير اللي هم بمروا فيه. انا باسم بالهم، عضو مجلس بلدي في بلديه عنبته، نيابه عن الاخ ابو قتيبه رئيس البلديه المسؤول عن الناحيه المجتمعيه في الجامعه، واللي رتب ونسق لهذه الزياره مع نائب رئيس الجامعه لزياره المؤسسه عندنا، زياره البلد وتقديم بعض الخدمات، والاستعداد التام للتواصل مع دار المسنين من اجل تقديم خدمات كثيره متنوعه ومختلفه.